العيد كالعادة في السودان مختلف. في العام 2019 في مثل هذه الأيام كان المواطن السوداني أو الشارع السوداني بيلملم جراح ما حدث في فض الاعتصام الدموي اللي قامت به ميليشيا الجنجويد أو قوات الدعم السريع وقتلت يومها عشرات المواطنين وأصابت المئات. النهاردة العيد أيضا مختلف في السودان. نقابة الأطباء السودانية تطالب العالم أو المجتمع الدولي بالضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث. أيضا حتى الآن ما يفوق الـ يعني عشرات، تقدر تقول مئات القتلى ومئات أيضا الجرحى بسبب هذا النزاع اللي المواطن السوداني لا ناقة له فيه ولا جمل. بين عشية وضحاها لقى المواطن السوداني نفسه في حرب، على الرغم من مشاكل الاقتصاد وانخفاض العملة وعدم وجود بنى تحتية وتهالك قطاع الصحة وقطاع المواصلات والكهرباء، زادت الطينة بلة وزاد المعاناة، معاناة طمع العسكر سواء كان البرهان على رأس القوات المسلحة أو حميتي على رأس قوات الدعم السريع، بيضربوا في بعض والمواطن والوطن والاقتصاد والبلد بيدفع الثمن. أيضا من الأخبار اللي بيتم تداولها النهاردة عن الوضع السوداني، الجماهير ولاية البحر الأحمر أو مظاهرات في ولاية البحر الأحمر في السودان للمطالبة بطرد السفير الإماراتي حمد الجنيبي من مدينة بور سودان بعد أنباء اجتماعه بقيادات الدعم السريع وعسكريين بالمدينة. كالعادة أصابع الاتهام تشير إلى تورط بعض القوى الإقليمية ومنها الإمارات في دعم ميليشيا الجنجويد أو قوات الدعم السريع، واللي يمكن بدأ الموضوع جالي. السودان الآن تدفع فاتورة صراع إقليمي، البعض يدعم البرهان والبعض يدعم حميدتي، البعض يريد للبرهان أن ينتصر والبعض الآخر يريد للدعم السريع أن ينتصر، والمواطن بين هذا وذاك يعاني من المشاكل. والعيد أمس كان عيد مختلف جدا على أهالي السودان اللي بطبيعة الحال بندعمهم وبنقف صف واحد مع المواطن السوداني، المواطن السوداني فقط، لا ننحاز لأي الطرفين إلا للمواطن، المواطن اللي بيدفع فاتورة حرب وبيدفع فاتورة صراع ملوش علاقة بيه ولن يجني من وراءه شيء. من الحاجات اللي لاحظها البعض إن الحساب الرسمي لمحمد حمدان دجله المشهور بحميدتي تاجر الإبل اللي أصبح قائد لقوات الدعم السريع واللي النهاردة بيحاول يحتل أو يحكم السودان، دجلوا على حسابه الرسمي على تويتر بيتابع فقط شخص واحد. وطبعا أول ما تقول لي بيتابع شخص أكيد هيكون بيتابع الحساب الرسمي مثلا للدعم السريع، ممكن بيتابع الحساب الرسمي لرئيس الوزراء السابق مثلا حمدوك، أو ممكن حساب الدولة الرسمي، حساب وزارة الدفاع. أبدا، اكتشفنا أن الحساب الوحيد اللي عامل له حميدتي متابعة هو حساب الملياردير المصري نجيب ساويرس. نجيب ساويرس الملياردير المصري واحد أو رابع أربعة من حيث الثروة في مصر بيتابعه فقط حميدتي. يمكن السؤال هنا ما علاقة النظام المصري بما يحدث في السودان؟ السؤال يمكن مش بنسأله احنا لوحدنا، أهالي السودان بيسألوا هذا السؤال، المواطن المصري بيسأل هذا السؤال، ولماذا تورطت القوات المصرية أو تم أسر القوات المصرية ولم تعود إلا بعد 3 أيام من الصراع؟ وهل إحنا كحكومة أو كجيش راضيين باللي بيحصل في العمق الاستراتيجي؟ دايما بنقول إن مصر والسودان دولة واحدة، وإن لم تكن دولة واحدة أو كانت دولتان فالسودان هي العمق الاستراتيجي لبلدنا. من مصلحتنا كمصريين أن يكون الوضع في السودان هادئ وأن ينعم المواطن السوداني بالأمن والأمان.